My dream is to go to see Palestine. جولة المشي السياحية المجانية، أحلى كنيسة دخلتها في كل أوروبا. صباح الخير، أخيراً من بلد رقم 68 أنا اليوم موجود في صوفيا عاصمة بلغاريا. آخر مرة حاولت أجي هون طردوني من الحدود بين تركيا وبلغاريا عشان كان في إجراءات خاصة بداية كورونا، احتفالية أني أول مرة بنمنع من دخول بلد. هلا. لكن اليوم اخيرا اجيت من رومانيا بباص فليكس باص، طلع تقريبا ب$20، واليوم انا بالعاصمه ما عندي كتير خطه، بدي اخذكم معي نشوف شو ممكن تعمل بعاصمه بلغاريا. بلغاريا هي احد دول البلقان والاتحاد الاوروبي، مش معروفه سياحيا كتير، بس مع هيك فيها طبيعه حلوه وشواطئ جميله واهلها طيبين. مش من دول اتحاد الشنغن، بس مع هيك قدرت ادخلها بفيزا الشنغن، دوله رخيصه نسبيا. عملتها الليفا، وكل ليفا بتساوي $0.5. زيارتي إلها كانت يوم واحد بطريقي من رومانيا لتركيا بالباص، وحبيت أعمل لفة بالعاصمة وألفلفكم معي. بلشت يومي في نص المدينة، هذا المكان اسمه بوليفارد فيتوشا، أكتر مكان يمكن بحبوا الناس يجوا يمشوا فيه، فيه كتير كافيهات، فيه كتير مطاعم. بس بداية اليوم الصبح بدي أروح أجرب أفطر بمكان اسمه سوفيستسكا بانيتسا، لقيت عنده الأكلة اللي هي زي البوريك، صراحة نسيت شو اسمها بالبلغاري، بس هي فعليا البوريك التركي، محشية الجبنة البلغارية اللي هي نفسها الجبنة اللي بحشوها في تركيا، أتوقع زي الفيتا. الحلو إنها سخنة، واضح إنها فريش، هلا بخبزوها لأنه أنا جاي على مخبز، فخلينا نجرب. العجين نفسه بتحسه كتير طري لما تاكله، رهيب. هون ببيعوا هذا الإشي بالوزن، ما بعرف قد إيه وزن هاي القطعة، بس طلعت تقريبا ب2.5 من العملة تبعتهم اللي هي تقريبا $1 وشوي، والعيران طلع ب1.5، يعني برضه $0.5. والله بداية يوم ممتازة في هالمخبز، خلصنا فطور ب$2، خلينا هلا نشوف شو رح نعمل. جيت على سوق شعبي صغير اسمه سوق النساء، وومنز ماركت، بتقدر تتمشى فيه تاخذ شويه فواكه، في عندهم اماكن تقعد اكل. How much is this one? 4 ليرة قول. 4. وجربت اشتري فواكه، اخذت هذا بتقريبا $2 أو $1.5، واخذت حتى التوت الاحمر طلع ب$1.5 كمان علبه زي هاي. غسلت التوت، خلينا هلا نجربه. مر من هون ممكن تتغدى بس فواكه قد ما هو زاكي. Bulgaria is very nice country. This is the heart of the world. What's your dream? My dream is to go to see Palestine. قلت له اني اردني فلسطيني، فقال لي حلمه انه يروح على فلسطين عشان هي كانت مهد المسيح. واضح كتير انه هاي المنطقة اللي فيها الماركت كتير شعبية، اكتر من حدا حذرني قبل ما اجي انه انتبه هون ممكن تنسرق، انتبه على جيبك. بس لهلا الامور تمام، بس يعني اي حدا بيجي هون يكون منتبه. واكتشفت انه هاي المنطقة والشارع بسموه حتى شارع العرب، في كتير مطاعم عربية ومحلات عربية وبقالات، فاي حدا بدور على اكل عربي هو في بلغاريا هون بيجي. وبما اني مش كتير بعرف عن بلغاريا وتاريخها وكل شي عنها، راح اخذ هلا بنص اليوم في جولة المشي السياحية المجانية، بيعملوها 3 مرات في اليوم في صوفيا خلال الصيف، فراح اروح هلا على جولة ساعة 2، بيبدو هون من وسط المدينة وتقريبا 2-3 ساعات تتعرف فيها على تاريخ المدينة، احسن الشغلات اللي فيها. How was Jordan? It is absolutely amazing and beautiful and we love it. This one thing. We took a truck in the Wadi Rum desert and the driver is driving to the Wadi Rum desert and she is shouting 5 minutes non-stop. It's so cool! Yeah, wow. I just loved it, loved it. Everybody must go there. وصلت هلا على الجولة، بلشنا نمشي ولا اي حدا بيعرفش ايش يعني الجولة السياحية المجانية، بتطلع بتتمشى بيحكوا لك عن تاريخ المدينة، جولة كتير حلوة، وبالنهاية انت بتقيم كم سعر الجولة بالنسبة لك، بتعطيه بخشيش، وإذا ما عجبتك ما بتعطيه، بس يعني عيب بكون. بنص المدينة عندنا تمثال للقديسة صوفيا من العصر الروماني اللي بضحك انه ما إلها دخل باسم المدينة صوفيا، لأنه المدينة أخذت اسمها من كنيسة آيا صوفيا اللي حنشوفها بعد شوي.
لكن بالغلط واحد من السياسيين اللي بفهمش بالتاريخ راح حطها، قال هاي بتمثل مدينتنا وضلت وشو بدنا نعمل، بس يعني بالغلط حاطينها. في صوفيا كلها في مسجد واحد برضه جاي في السنتر اسمه بانيا باشي، هذا هو اللي وراي. طبعا بنوه العثمانيين لانه هاي الدوله كانت جزء من الدوله العثمانيه، لكن اليوم كميه المسلمين الموجودين في صوفيا تحديدا مش كتير كبير، لكن حوالين بلغاريا كلها في عدد كبير موجود، 10% تقريبا من الشعب مسلم. وشوفوا هذا المبنى الحلو اللي وراي، كان في السابق ايام اتوقع العثمانيين يعتبر حمام عام، لكن اليوم هو المتحف تبع التاريخ. حاطين على باب المتحف مكان تقدر تشرب منه مي معدنيه، لكن اللي بتتفاجئ منه انه المي سخنه، طبعا لانها مي ساخنه معدنيه من الطبيعه فسخنه، بس ما في هلا حمام هون يعني بس تقدر تشرب مي. مدينه صوفيا كانت مدينه كتير مهمه للرومان، فحاليا تحت المدينه في تقريبا مدينه تانية من مدن الرومان، كل ما يحفروا بيلاقوا لهم شغله، فالمدينه مليانه من هاي الاشياء. واللي بيزعل الناس هون انه صوفيا كانت تقريبا راح تكون عاصمه الامبراطوريه الرومانيه، لكن المشكله كانت انه ما عندهم ميناء، فغير رايهم وقرروا يحطوها باسطنبول اللي هي كانت القسطنطينيه. وهاي الكنيسه اللي وراي هي الكنيسه اللي تسمت مدينه صوفيا على اسمها، اسمها كنيسه القديسه صوفيا، هاي كتير قديمه من القرن السادس. كان الناس لما يجوا على هاي المدينة يشوفوا الكنيسة من بعيد اللي هي كانت اسمها صوفيا ويحكوا صوفيا، فبالآخر بدل ما تكون الكنيسة بس لحالها اسمها صوفيا سموا المنطقة كلياتها المدينة على اسم صوفيا، واليوم عندنا هاي الكنيسة اللي موجودة من أيام الرومان. اللي وراي هاي كنيسة القديس ألكساندر نيفسكي، أكبر كنيسة أتوقع مش بس في بلغاريا وإنما شرق أوروبا، مش متأكد من المعلومة لكن هيك بتذكر. قبل شوي دخلتها أخذ فيها كم من لقطة، بعدين قالوا لي التصوير ممنوع لازم أدفع $15 عشان أصور، قلت لهم مش مستاهلة، بس حرفيا أحلى كنيسة دخلتها في كل أوروبا. هي ما توقعت لها الدرجة تكون حلوة، ضخمة وأعمال الفسيفساء والرسمات الموجودة جوا مع الأضواء مع الشموع، تستاهل إنك تيجي وتزورها أكيد. وهاي الكنيسة بنوها تكريماً لأرواح الناس اللي توفت وهم عم بيحاولوا يحرروا بلغاريا من الحكم العثماني سنة 1877. فهلا خلصنا الجولة المجانية مع مارتن. Thank you Martin. Thank you so much. Such an amazing tour. شكراً guys. شكراً. سألت صديق محلي هون إلي شو أكتر مطعم بحب يجي عليه، مطعم بيقدم أكل بلغاري شعبي هيك لطيف ومش كتير سياحي، ودلني على هذا المطعم اسمه بوب ليبيت، أتوقع هيك تنقرأ بس يعني بكتب لكم الاسم. وفعلا من أول ما وصلنا المطعم من جوا شكله هيك جاي في حديقة حلوة، واضح انه مش سياحي ابدا، ما في ولا سائح، كل قاعدين هون بلغاريين مع انه عندهم منيو انجليزي. وبلشنا ناكل، هلا طلبت كم من اكله، وكل الاكلات حتكون اكلات بلغاريه شعبيه. شوف صراحه ما بنعرف شو طلبنا، قلنا له جيب لنا اكثر اكل شعبي عندك، نصحنا بكم من شغله بس تكون حلال. طلبنا اشي بالبتنجان مع الجبنه وشغلات خضار، واكله جاي مع الدجاج وبرضه الخضار شكلها زي الفاهيتا، فخلينا نجرب الاكله تبع الدجاج. مش عارف اذا هو الاكل البلغاري عن جد زاكي ولا بس المطعم هاد زاكي، بس كتير زاكي. وفي الاكل الثاني اللي هي جاي بتنجان مع جبنه في صوص البندوره. حاس في غش بالموضوع، ما كنت متخيل الاكل البلغاري عن جد زاكي. وهذا الاكل كلياته اللي طلبناه طلع علينا ب $25 كل مقبلات مع الاكل، مش كتير رخيص بالنسبه لاكل الشارع، لكن لمطعم بهذه الجوده وهذا النوع من الاكل عن جد مستاهل ورخيص. طب خليني أكل وبرجع لكم. وبنهاية اليوم اجيت على محطة الباصات، هلا بعد شوي باصي على اسطنبول، $20 تيكت وست سبع ساعات تكون باسطنبول. نراكم في الحلقة القادمة، كثر الله أسفاركم، سلام.